السلام عليكم. احيانا تجي تبي تشتري لعبه او تبي تجدد اشتراكك في بلاي ستيشن بلس وتظهرك رساله حدث خطا غير معروف، حاول مره اخرى بعد لحظات قليله. اذا طلعت لك هذه الرساله تطبقون الخطوات التاليه، هو انكم تروحون للاعدادات ثم ننزل الى خيار المستخدمون والحسابات، بعد كذا نختار اول خيار الحساب، ثم ننزل الى خيار الدفع والاشتراكات ندخل عليه، بعد كذا ننزل الى خيار اضافة رصيد، طيب بعدين نختار وسيلة الدفع، بعد كذا نحدد المبلغ اللي نبيه، ثم اضغط على المتابعة، بعدين اضغط على نعم، وبشكل هذا تم اضافة الرصيد الى المحفظة. طيب والحين زي ما انتم شايفين اشتريت الاشتراك والدفع كان من خلال المحفظة وما ظهرت لي شاشة حدث خطأ. وبس هذا الحل بكل بساطة. الى هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، حطوا شكرا لدعم القناة، تابعوني السناب والانستغرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.